يعطيكم الصحه والعافيه معاكم احمد بعريك الماك بوك برو حيكون ماك بوك برو وايد جديد من ناحيه الشكل الخارجي من ناحيه الاكسترا فانكشنز اللي أنت ممكن تحصلها من ناحيه العتاد تاتش بار التراك باد الاكبر السماعات السبيكرز واكيد الفوت اللي صار وايد اصغر مقارنه بالحجم اللي كان موجود عندنا من الاصدار القديم بس ابل هالمره اعلنت لنا عن ثلاث اصدارات حق الماك بوك برو، واحد منهم راح يكون 13 بوصه بدون تاتش بار، بعدين عندنا 13 بوصه و15 بوصه مع تاتش بار، لو انا منهم كان يمكن سميته 13 بوصه بدون تاتش بار، اسميه ماك بوك ويصير عندي اصدار الماك بوك منه 12 بوصه و13 بوصه، واخلي التاتش بار يكون هو الماك بوك برو ويصير منه اصدار 13 بوصه و15 بوصه، بس منو انا علشان اسمي منتجات ابل صح؟ بس عموما الماك بوك برو التاتش بار، انا خليت ال15 بوصه مع انه اول ما بلشت ان انا اشوف المؤتمر وما اعرف ايش وقررت ان انا باخذ كنت راح اخذ اخذ الماك بوك برو 13 بوصه كون ان انا قبل كان عندي 13 بوصه وبعدين خذيت 15 بوصه والحين قلت ارجع احك 13 بوصه تعودت على حجم 12 بوصه فقلت خلنا اخذ شيء اصغر اسهل بالنقل واخف وما اعرف ايش بس لما جيت ابي اطلب لاحظت ان 13 بوصه ما يمنه الا دول كور ثنائي النواه ما يمنه معالج رباعي النواه والشيء الثاني ما يجي منه اندبندنت جرافيكس كارد راح تاخذها بلت مع البروسيسور اللي انت ممكن تحصله فلو تاخذ انت ذا هايست اند من ناحيه 13 بوصه ما راح بقوه الستارتنج بيس مال ال 15 بوصه فاخر شيء خذيت ال 15 بوصه واول مرتين طلبته تكنسل طلبي من الابل ستور وثالث مره يوم طلبته اخر مره يوم طلبته تكنسل طلبي هم بعد من ابل ستور مال الامارات هالمره اول مرتين طلبته من ابل ستور مال امريكا ثالث مره طلبته من ابل ستور مال الامارات وكنت طالب كاستم سبيكس خليت 15 بوصه البيسك 256 جيجا بايت بس ذت الجرافيكس كارد مالته من 2 جيجا بايت الى 4 جيجا بايت علشان انا اخر شيء قاعد استخدم اللابتوب حق الجرافيكس باور والكابيليتيز مالته لان انا اسوي مونتاج على اللابتوب هذا ف... بالنهايه لما شفت ان الموضوع صار كذي اضطريت اني اخذ البيسك وسبحان الله على حظي لما كنت بدبي توني حصلته بالمطار وانا مسافر اه ابل ستور كان هناك في موجود بوث حق الابل ستور وكان بالضبط قدام البوابه مالت التيرمينال 3 فلقيت الماك بوك هناك كان اخر واحد اخر لون اه 256 جيجا بايت الذاكره الداخليه اي 7 16 جيجا بايت ذاكره عشوائيه 2 جيجا بايت للجرافكس كارد مو اربعه نفس الكستم اللي انا كنت ابيها سبيس جراي خذيت لون الاسود او الغامج السبيس جراي وازيدكم بيت الكيبورد ما فيه عربي فهذا اخر شيء قدرت احصله بس بالمقابل انا محتاج يمكن العربي وايد ما اطلع وايد عربي استخدم يملي كيبورد حق كل العربي اللي انتم قاعد تشوفونه بس بالمقابل خوش خوش مشين انا وايد استانست على امور كثيره لما تم الاعلان عنه اولها التاتش بار والتاتش بار انا اول ما شفته ما توقعت انه بيكون جيمك بس ما توقعت انه بيكون لهالدرجه عملي تاتش بار راح يعطيك امور وايد كثيره انت تقدر تسويها من فوق بدال الفانكشن كيز اللي انت كنت تحصلها قبل ويمكن ما تستعملها نهائيا التاتش بار لما تيجي تدخل مثلا على برنامج انا ادخل عليه اكثر شيء فانو كات برو لما يسوي مونتاج اقدر اشوف التايم لاين بالكامل اقدر اسوي فيدين فيد اوت اقدر اسوي تشوبينج وتريمينج واقدر اسوي زومينج وبانينج هذا كله بالتاتش بار ما لازم اسوي اي شيء ثاني غير ان انا اختار الاوبشن اللي موجود عندي بالتاتش بار هذا ريح امور كثيره وخلى الامور تصير وايد سريعه على ما انا اشتغل، غير كذي التاتش بار تقدر انت تخليه يشتغل بالطريقه اللي انت تبيها، تحط الامور اللي انت تبيها، تشيل الامور اللي انت ما تحتاجها، وكل ما تبطل تطبيق راح يصير هو يتطابق على التطبيق اللي انت مبطله، فلما تيجي تبطل سفاري على سبيل المثال راح يحط لك البوك ماركس فوق، تدخل على يوتيوب راح تقدر تسوي بانينج من فوق، لما تدخل على كويك تايم راح تقدر تطوف وتعيد وتوقف والامور هذه كلها انت تي تقدر تسويها، حتى لما تيجي يطلع لك برومت مسجز او كماندز عشان انت تحطها كاوامر، راح يطلع لك بالتاتش بار تقدر تدخلها عن طريق التاتش بار انت تروح بطريقة التقليديه عن طريق التراك او الماوس فهذه حركات وايد حلوه من شركه ابل واتوقع المطورين راح يدخلون وايد من ناحيه البرامج والبرمجيات اللي يقدرون يسووا اياها على نظام التشغيل مال ماك او اس عشان يستغلون تاتش بار مع التطبيقات من الشغلات الثانيه اللي عجبتني إيه اليم تاتش بار على طول عندك انت البصمه والبصمه هذه طبعا مو اول مره احنا نشوف بصمه على لابتوب شفناها على لابتوبات وايد كثيره من سنوات وايد قديمه بس التاتش بار الموجود عندنا من شركه ابل راح يجيب لك شيء جديد وهو شلون تقدر تستخدمه مع نظام تشغيلي بالذات مع طريقه ابل باي اذا انت عندك ابل باي وتدخل مواقع وايد راح تستخدم ابل باي راح تقدر تستخدم التاتش بار او التاتش اي دي عشان تقدر تسوي ترانزاكشن مال الشراء مالتك وهذه حركه وايد حلوه انك انت تقدر تستخدم التاتش اي دي عشان تقدر تسوي الامور اللي انت تسويها بالايفون ولا بالايباد الحين على الماك بوك برو فهذه حركه اهم وايد وايد حلوه واول ما تبطل انت اللابتوب راح تلاحظ انه ما في باور بوتن ما في دقمه تشغله وتطفي هي ايه نفس التاتش اي دي هي ايه راح تكون باور بوتن وأغلب الوقت انت لما تيجي انت تبطل اللابتوب تلقائي راح يشتغل معاك وانت بس تحط التاتش اي دي مالك في حاله اذا انت سويت له داون او ريستارت راح يحطوا لك اكسترا سكيورتي ميجر انك انت تدخل الباسورد بالطريقه التقليديه مثل قبل السبيكرز مالوت اللابتوب عجيبين الصوت مال التويتر والبيس والسب وفر روعه انا خلوني استغني عن استخدم هيدسيت لما يسوي مونتاج من كثر ما الصوت واضح ونقي اقدر اسمع كل شيء في شغلات ثانيه الوايد عجبتني هي الباتر فلاي افكس الموجوده عندك الحين على الكيبورد صارت اكبر وعندك الترافل ديستنس اقل فيعطيك في طباعه وايد وايد سموث اللهم صوتهم عالي لما تطبع عليهم ولان هذا عندك انت الباتر فلاي افكت والباتر فلاي افكت يعطيك دنسيتي من ناحيه ان الكيبورد لما تضغطه ما ينزل وايد على المذر بورد لان نحافه اللابتوب ما تسمح فعطوك أهم الميكانيكال افكت يختلف صاير بالضبط كذي وتحط انت الزر عليه لما, انت تضغط راح ينزل ويصعد بهالطريقه هذه فيعطيك صوت اعلى بس مقابل ديستنس اقل والحجم من الكيبورد نفسه راح يكون وايد وايد اكبر كل زر بروحه فالطباعه عليه راح يكون جدا ممتازه واذا انت جاي من ماك بوك راح تستانس على الطباعه اللي راح تكون موجوده على الماك بوك برو انا من الناس احيي هالخطوه هذه واتمنى كل الشركات الثانيه تتبنى الباتر فلاي افكت نفس الموجود على الماك بوك والماك بوك برو اكيد التراك باد صار حجمه تقريبا دبل اللي كان موجود قبل والبام ريجكشن ما يشتغل بشكل وايد ممتاز. بس بس تحل لك اياها شركه ابل اكيد مع تحديث هوائي بس بالمقابل تقدر تسوي وايد امور كثيره بالتراك باد بحجمها اللي وايد وايد كبير وانا احس انه نوعا ما مبالغ فيه طبعا هنا التراك باد راح تكون فورس تاتش ما راح تكون التراك باد اللي فعليا فيها تحتها سبرينجر او ايفر راح يكون هنا عندك انت هابتك فيدباك راح تاخذ منك الاوامر اي مكان انت تضغط غير الجستشرز اللي اكيد انت تقدر تسويها بالنظام التشغيلي بنفسه الشاشه راح تكون رتنا ديسبي بحدود 2880 بكسل ب 1880 اكثر من فول اتش دي بس اقل من 4K فراح تكون رتنا على عاير ابل على الوان جدا ممتازه، الجام اللي موجوده روعه، والبانل نفسه في لها خيارات وايد كثيره تقدر تسويها الحين، نوع الكلر ال سي دي اللي انت تقدر تحطه، اس ار جي بي واوبشنز وايد كثيره او تقدر تسوي لك انت بروفايلك بروحك وتخلي الاضاءه ما الشاشه بالضبط تكون مثل ما انت تبي. من ناحيه المعالج اللي هني راح يكون عندي انا اي 7 16 جيجا بايت ذاكره عشوائيه، 2 جيجا بايت اندبندنت جرافيكس كارد، فراح يكون عندي هني الجرافيكس كارد وايد اسرع من القديم من ناحيه مونتاج الفيديو، من ناحيه الريندرنج واكيد الشيرنج. ما انصح يمكن انت تلعب فيه ماك بوكس معروفين انهم مو احسن شيء حق الالعاب بس راح يعطيك اداء افضل من القديم بحدود مرتين من ناحيه الالعاب فاذا انت كنت بتلعب ولا بد أن يكون عندك ماك بوك راح تقدر تلعب مو ما راح تقدر بس في خيارات وايد اكثر بالذات لما تقارن السعر اللي انت راح تدفعه على الماك بوك وهذا يمكن اسوء شيء بالماك بوك الجديد هو السعر ابتداء 2500 دولار امريكي حق البيسك مال 15 بوصه 256 16 جيجا ذاكره عشوائيه اي 7 2 جيجا بايت الجرافيكس كارد فراح يكون سعره وايد غالي مقارنه بالكمبيوترات اللي انت ممكن تحصلها اذا انت بتاخذ هاي اند راح توصل ل 5000 دولار امريكي من ناحيه 2 تيرا بايت نفس الشيء 16 جيجا بايت ذاكره عشوائيه اي 7 آه راح يكون عندك 4 جيجا بايت من ناحيه الجرافكس كارد فراح تدفع وايد اكثر علشان تحصل الامور اللي انت يمكن تحتاجها من ناحيه العتاد اللي انت تبيه الكونفيجريشن الموجود على الماك بوك نفسه. من الشغلات الثانيه اللي عجبتني وما عجبتني، اول شيء عجبني اليو اس بي تايب سي وانا برو موفمنت حق اليو اس بي تايب سي، احيي شركه ابل ان هي قاعد تخلي الاندستري تدخل باليو اس بي تايب سي، طبعا نتمنى لو الايفون ياخذ اكزامبل ويستعمل اليو اس بي تايب سي صدقوني كان الحين صار وايد افضل الوضع بس لما انت تجيب ماك بوك برو عليه اربع فتحات يو Type-C وفتحه واحده 3.5 ميلي أشوة بعد ما شالوها راح تلاحظ ان اكثر شيء يمكن انت تفقده هو الميمري كارد ريدر او الميموري كارد سلوت ريدر وهذا الشيء اللي انا صراحه ما عجبني انه هم شالوه عندك انت الماك بوك برو برو يعني بروفيشنال انت راح تستخدمه حق غرض بروفيشنال غرض احترافي تحتاج الميموري كارد ريدر تحتاج يو Port تحتاج الامور هذه كلها USB type بي تايب سي تبي تسوي لها بوش كلا واحد ما عندي مشكله تحط ادابترز دونجل لايف راح تبلش بس ب 2016 المتوقع على سنه 2018 نو مور دونجلز بس بالمقابل الحين تحتاج الميموري كارد ريدر لان ما عندك انت شيء نيتف يكون ميموري كارد ريدر على USB Type-C سي الى الان كل اللي قاعد نحصله هم ثيرد بارتي اكسسوارز وما راح يشتغلون بالطريقه اللي انت ممكن تحتاجها من ناحيه الريد والرايت سبيد علشان تنقل بيانات من الكاميرا مثلا للكمبيوتر نفسه فهذا الشيء الوحيد اللي انا ما عجبني من الناحيه مع انه اليو اس بي تايب فقدنا خاصيه الماكسيف صارت الحين موجوده تقدر تحلها تاخذ لك شغلات ثانيه من شركه جريفن تقدر تركب لك ماك سيف بطريقه اليو اس بي تايب سي كلها واحد مو بيج بس بالمقابل الميموري كارد ريدر هذا كانت بالنسبه لي وايد وايد بيج وكنت اتمنى ان شركه ابل ما شالوها ولو كانوا حاطين لنا فول بورت يو اس بي القديم لو بس واحد على الاقل اتوقع ناس وايد كانت ممكن تتقبل النقله مالت اليو اس بي بورتس اللي موجوده عندنا على الماك بوك برو اداء البطاريه قالت ابل يعطيك 10 ساعات من الاستخدام المتواصل انا صراحه حصلت حدود 5 ساعات ونص الى 6 ساعات بس بالمقابل اللابتوب يشحن بشكل وايد سريع اكيد عن طريق اليو اس بي. تايب سي الماك بوك برو مسوينا حق منه حق الناس اللي تستخدمها حق شغلها الخاص يمكن تسوي فيديو اديتنج اه، اه، ادوبي تسوي اه، بوست برودكشن تعدل على صور تعدل على فيديوهات اكيد هالامور هذه كلها انصح اذا واحد يعني بس يبي لانه طالب جامعه لا والله ما انصح سعره واحد غالي انصحك تاخذ مثلا الماك بوك او اذا تحتاج انه يكون عندك اكثر من منفذ واحد يو اس بي تايب سي اخذ الماك بوك Without تاتش بار راح يكون عندك منفذين يو اس بي تايب سي وفتحه 3.5 مللي اكيد بس الماك بوك برو اذا انت ما كنت راح تستخدمه حق غرض البروفيشناليزم ما لازم تاخذه لانه سعره وايد وايد غالي وبعدين انا اتوقع ان شركه ابل بسنه 2017 لما تنزل لنا الريفرش مالوت الماك بوك بسنه 2017 راح نشوف مثلا الوان جديده اكيد انا اتوقع انه يمكن الالوان الثانيه لون الذهبي لون الروز جولد تنزل على الماك بوك برو على اول ربع الاول يمكن من سنه 2017 بس هم ما يندرى اذا ابل تسويها ولا لا يمكن يشوف جت بلاك ممكن يشوف 32 جيجا بايت كينفجوريشن. 4 جيجا بايت جرافيكس كارد وتقدر تحصلها كديفولت على 15 بوصه ما يندرى ما يندرى اتوقع غير متوقع من شركه ابل بسنه 2017 فالله اعلم فماك بوك برو مره ثانيه وستة 2016 راح يكون ممتاز حق الناس اللي راح تستغل العتاد بالشكل الصحيح، ممكن تفقد خاصيه ان الابل يشب وانا هذا شيء صراحه وايد فقدته بس ثق وامن. هذا ماك بوك برو بمعنى الكلمه. فبس سامحوني على طاري سامحكم تعيشون احمد بوعلكي في مال الكريم